السلام عليكم أعزائي، معكم عمار ليجاتو، وبدرس اليوم اللي هو راح يكون الحلقة الأولى من سلسلة تعلم اللايت روم بطريقة احترافية. درس اليوم راح يكون عام وشامل وسريع، راح أتطرق بصورة سريعة لواجهة برنامج اللايت روم، وإن شاء الله عن قريب راح أعمل لكم دروس متخصصة أو مكثفة بالتفصيل اللي راح نقسمها بحلقات حتى نتعرف على اللايت روم بطريقة احترافية. فنجي نشغل اللايت روم اللي هو هذا الإصدار 2015 اللي هو السي سي اللي هو من سلسلة الكريتيف كلاود اللي هو مكتوب هنا. فمثل ما تشوفون فتحت البرنامج راح يظهر لي آخر مكان كنت فاتحة، يعني مثلا أنا كنت بقائمة اللايبرري، فلما تغلق البرنامج وتفتح عمورة اللوخ راح يرجع لك نفس القائمة اللي كنت بها آخر مرة. فمثل ما تشوفون أنه هذه القائمة هي اللي انفتحت، راح يكون عندك أهم مكان راح تنتقل به بين القوائم هو هاي المنطقة اللي راح يكون بيها 7 اختيارات. مثل ما تشوفون الاختيار الأول اللي مكتوب library اللي هو المكتبة أو المنطقة اللي راح تعرض بها الصور اللي عندك. أوكي، فهي مجموعة من الصور أنا التقطتها لأصدقائي بكاميرا كانون 6D وعدسة مثل ما تشوفون هنا مكتوبة 50 ملم f1.4 USM. كذلك هنا راح تكون عندك جميع الصور اللي موجودة على الحاسبة، راح تكون مقسمة بشكل فولدرات أو ملفات حسب التاريخ. أوكي، فالفولدر اللي حيكون لونه مخفي أو عليه علامة استفهام هذا معناها انمسح من الكمبيوتر أو غير موجود، لكن برنامج اللايت روم راح يحتفظ بصورة أو مثل اللي نقول بريفيو أو ثامبنيل لهذه الصور لما بس، لكن إذا ردت تفتحها ما راح تقدر تعدل عليها لأن الصور ممسوحة. فنجي للفولدر اللي نقدر نقول عليه موجود حاليا اللي هو مو مخفي، راح يكون هنا. أنا فهذه آخر فولدرات أنا قمت بخزنها، كان تاريخ 3/3، راح يكون عندي هاي مجموعة من الصور. أوكي، صورتها بشركة GE اللي هي General Electric للكهربائيات، فمثل ما نشوفها كلها صور داخلية للديكورات الداخلية بالشركة. فهنا مثل ما قلنا راح تكون عندك جميع القوائم أو جميع الملفات اللي قمت بحفظها سابقا، مثل هنا راح تكون ملفات حاسبتك على الهارد ديسك C أو D أو أي هارد ديسك أنت عندك على الحاسبة. كذلك راح تقدر منها تنشر الصور أو تشيرها على الفيسبوك، هاي مثل الطرق للشير أو الاستيراد وتصدير الصور، ما راح نحتاج هذه كثير. أهم شيء عندك راح يكون هذه القائمة أوكي اللي هي هنا اللي راح تكون عندك الصور المخزونة. إذا أردت تضيف فولدر جديد أو ملف جديد فوين راح نروح؟ إنه دائما أنت لما تجيب الميموري كارد من الكاميرا راح نروح على الامبورت اللي معناها تصدير، سوري استيراد، يعني مثل حتى تنقل الصور لللايت روم. فراح يفتح لك، راح يقول لك أنت حاليا رابط ديفايس اللي هو جهاز الميموري كارد على الهارد جي وهذه الصور اللي موجودة عليه. تقدر تكبر الصور حتى تعرضها بطريقة أوضح، مثلا أنا ما أريد أنقل كل الصور، راح ألغي إشارة الصح، راح أقول له uncheck all يعني وخر أو قم بإزالة هذا الصح أنه ما أريد تستورد لي كل الصور، فصارت الصور مثل المظلمة. فمثل ما نشوف هذه الصور اللي موجودة على الميموري كارد. أوكي، كذلك إذا كنت تحب تنقل صور من غير هارد ديسك، يعني مو مثلا ميموري كارد على الهارد ديسك، راح تنقلها من هذا المكان، راح تحدد ملف مكانها مثلا إذا كانت على السي بهذا الفولدر وهذا الفولدر كذا فولدر، وتقوم باستيرادها بالضغط على امبورت. حاليا امبورت غير مفعلة، لما تضغط عليها ما راح يشتغل شيء لأنك لم تقوم باختيار أي صورة. فراح أرجع للميموري كارد أوكي واختار الصور اللي تعجبني اللي أريد أعدل عليها. فمثل ما تشوفون هاي مجموعة من الصور أوكي، هاي بشركة ون بلس للموبايلات، فراح أختار مثلا هذه الصورة أوكي، أرد أعرضها بطريقة كبيرة حتى أشوف الصورة زينة لو لا، مثلا ما عجبتني أروح باليمين واليسار على غير صورة أوكي أنتقل. مثلا هاي الصورة عجبتني، شو تسوي؟ راح مثلا أختارين هذه أوكي، راح أختار هذه الصورة، ترجع على طريقة الأيقونات أو الجريد فيو، راح أخلي عليها إشارة الصح، وكذلك أي صورة تعجبك راح تخلي عليها صح صح أوكي تيك مارك راح نقوم نخليه، وراح تكون هذه الصور عندك محددة وجاهزة للنقل لللايت روم. فأني أحدد هذه الصور كيفي اللي تعجبني أوكي، مثلا أختار صورة هذا الشخص اللي دي يتكلم، نفس الشخص من غير مكان، انت الصور اللي تعجبك راح تقوم
استيرادها. أوكي، هنا هذه القائمة اللي على اليمين راح تكون متخصصة بطريقة التعامل مع الملفات وكيفية خزنها. ما راح أدخل بها بالتفاصيل لأنه شوية معقدة، ودرس اليوم راح أرد أسوي سريع حتى تقدر تشتغل على اللايت روم بطريقة سريعة. فهنا راح يقول لك وين تحب تخزنها. أوكي، فمثلا أنا راح أقول له بالهارد الدي بالفولدر pictures. أوكي، راح يخليها فولدر جديد. أوكي، راح أقول له import، فقام باستيراد هذه الصور الثلاثة أو اللي حددناها اللي كانت 2 أو 3 أو 4 أو 5 حسب اللي. فهنا طلع عندنا 6 صور. أوكي، قمنا باستيرادها. فلحد الآن القائمة اللي إحنا بها هي مجرد قائمة للعرض، لأنه بعدنا بقائمة اللايبراري ما راح تقدر تعدل على الصور. إذا تريد تعدل على الصورة وتغير تفاصيلها، أوكي، راح نجي نخفي هذه المكان، راح نخفي هذه القائمة بالضغط هنا. مثل ما نعرف اللايت روم بي من كل جهة قوائم تقدر تخفيها وتعرضها مرة اللغة موجودة هنا بالمثلثات. فهنا هذه القائمة هي الفولدرات، ومن فوق راح تخفي هذه القوائم. أوكي، ومن هذه الجهة هي القوائم اللي متخصصة بالمعلومات الصورة أو راح تعطيك معلومات إضافية. ومن هنا راح تكون عندك الشريط اللي يسموه مثل التايم لاين، اللي راح يعرض لك الصور اللي حاليا انت مستوردها. فانا الان اريد ابدي اعدل بالصور، راح ادخل للقائمة develop. بس قبل ما ادخل القائمة develop خلي اكمل لكم بقية الاختيارات. الديفلوب هي راح تكون لتعديل الصور او التغيير بالالوان، راح يكون منها التعديل كله. الماب راح يعرض لك الصور حسب الموقع، حسب الدولة اللي انت بيها. مثلا اذا كانت كاميرتك مزودة بنظام تحديد الموقع الجي بي اس، راح كل صورة تكون معاها معلومات اوكي عن موقعها. فانت اذا تسافر كثير بكل سهولة راح اللايت روم يعرض لك الصور على الدولة اللي انت كنت فيها. مثلا التقطت صور بالهند، اوكي، راح يعرض لي صور انه عندي هنا صور، راح تكون مجموعة من الصور هنا. او راح عندي صور بالعراق او بدبي، راح تكون الصور ظاهرة على هذه المنطقة. مجرد راح يسهل لك ترتيب مثلا صورك. مثلا هذه اكثر شيء تفيد المصور اللي يسافر كثير ويتنقل، راح يقدر يشوف الصور اللي التقطها بكل دولة وينتقل بين ألبوماته بطريقة سريعة. عندك البوك الاختيار الرابع، هذا لتصميم الكتب. اذا كنت راح يعني تعمل بوك او يعني مثلا نقول ألبوم، راح بكل سهولة يرتب لك الصور بطريقة كتاب. راح تختار بطريقة ترتيب الصور اوكي بالكتاب، حتى من تطبعها بالالبوم راح تختار منها كيف راح تنطبع. اوكي، نجي على قائمة سلايد شو. هذه القائمة راح تقوم بجعل الصور بطريقة سلايد شو. اذا كنت تحب تعرض صورك على جهاز او على شاشة كبيرة او على جهاز اللي يسموه الداتا شو او الاوفرهيد او البروجيكتور، اللي راح مثل عندك مثلا مثل ما نقول معرض، او تريد تشوف صورك على شاشة كبيرة، راح تعمل من هنا سلايد شو. اوكي، وتقوم بتحديد الصور وتعدل عليها من هنا كيفية يعني شنو الاطار اللي راح يكون دار مدار الصورة، او تضيف اسمك بالاسفل وراح تعرض الصورة مجرد برزنتيشن مثل باوربوينت نقدر نقول، وتعرض منها بلاي، راح تقوم الصور تتقلب واحدة بعد الاخرى مجرد بس تشوف اعمالك على شاشة. عندك البرنت، هي متخصصة بالطبع، راح تختار طريقة ترتيب الصورة وكيفية وضعها على الورقة أثناء طبعها. إذا كنت راح تصممها لألبوم أو إذا كنت راح تصممها للطبع على الأوراق أو على البوسترات، راح تختار كل التفاصيل من هذه القائمة. هذه فقط للطباعة. عندك القائمة الأخيرة اللي ما توقع راح تفيدك جدا، فقط إذا كنت أنت مصمم مواقع راح تفيدك بالتعديل على الصور بحيث تكون ملائمة يعني تنزيلها على المواقع الإلكترونية بطريقة أسهل. هذا ما أتوقع راح تفيدك جدا. أهم شيء عندك راح يكون اللايبرري للاستيراد وتصدير الصور، والديفلوب للتعديل على الصور، وأحيانا تحتاج السلايد شو إذا راح تعرض، ومرات كذلك راح تحتاج لبرنت إذا كنت تطبع صورك. بهذا المكان إذا راح أضغط أو بدون ما أضغط، مجرد أضع الماوس على هذا المثلث، راح يظهر عندي هذا الشريط اللي راح يشوفني الصور اللي محددة أو المختارة. اوكي، فهذه الصور اللي اختاريناها. هذا رقم 2 مكتوب عليه سكند مونيتور، اللي معناها قم بتفعيل الشاشه الثانيه، لانه حاسبتي حاليا مربوط عليها شاشتين
أنا حاط واحدة بالأسفل واحدة بالأعلى. إذا تحب تفعل الشاشة الثانية حتى تعرض عليها الصور بطريقة أسرع، راح يقسم شغلك على شاشتين حتى تشتغل بطريقة سريعة. هذا المكان راح يعرض لك الصور بطريقة جريد أو شبكة أو أيقونات حتى تنتقل عليها بطريقة أسرع، بس أنا ما أدري راح أضغط دبل كليك حتى يعرض لي الصورة كاملة. هذا راح تنتقل بين الصور باليمين مثل يمين ويسار، أوكي؟ فالصور حاليا اللي أنا محدده ده يقول لك 6، أنت مختار 6 صور، أوكي؟ وواحدة منهم مختار one is selected. تقدر تضغط control وتحدد صورتين أو 3. هذا راح يفيدك إذا كنت تحب تطبق نفس الفلتر أو نفس التعديلات على قسم من الصور، راح تمسكهم بهذه الطريقة بالكنترول وتحددهم بهذه الطريقة، أوكي، وتعدل عليهم. وكذلك تفيدك أثناء الحفظ لما تخزنهم. مثلا أنا حددت 6 صور بس ما أريد أحفظهم كلهم، راح أحفظ بس الأولى اللي من الجهة اللي هي رقم 6 ورقم 5، فراح يقول لك اختاريت 2، راح أضغط عليها كليك يمين وإكسبورت حتى أقوم بتصديرها من هنا، أوكي. فسنوخر التحديد من هنا، مجرد أضغط بأي مكان يروح للتحديد. هذه المنطقة راح تعرض لك جميع الصور بطريقة أيقونات، هذا راح يعرض لك إياها بصورة صور منفردة، هذا الـ XY راح يعرض لك قبل وبعد التعديل، أوكي. عندك هذه المنطقة راح يعرض لك إياها بطريقة صورتين أو 3 أو 4 اللي راح يشوفك قبل وبعد التعديل كذلك بس بغير طريقة. هذا بس حتى يعرض لك حسب التعرف على الوجوه، ما أتوقع راح يفيدك جدا لأنه بس راح يساعدك بالتعرف على الوجوه مثل الخاصية الموجودة بالفيسبوك. أنا أهم شيء عندي راح يكون طريقة الأيقونات أو المنفردة ومرات قبل وبعدها حتى أشوف طريقة التعديل. فنرجع لطريقة الأيقونات، أوكي، راح أختار الصورة الأولى. هسه أريد أبدي بالتعديل على الصورة. ندخل للقائمة ديفلوب، أوكي، هسه انتقلنا للديفلوب. مثل ما تشوف يقول لي نو فوتو سيلكتد، ليش؟ لانه ما قمت بتحديد اي صورة. فمجرد افتح هذا الاطار من هنا اجي على اول صورة اضغط عليها راح يفتح لي اياها بهاي المنطقة. راح يكون عندك هنا معلومات الصورة اللي هي اسمها والشتر سبيد اللي ملتقطين باللقطة مع الفتحة والايسو والعدسة تفاصيلها كاملة. وكذلك مثل ما تشوفون الصورة هي CR2 اللي هي Canon RAW Photo Version 2 اللي هي الصورة خام من الكاميرا وليست JPEG. أنا أصور فقط بالRAW لأنه راح يعطيك إمكانيات تعديل من هذه المنطقة جدا ممتازة. فحاليا إحنا بقائمة الديفلوب اللي هي للتعديل فقط، أوكي. فمن هذه المنطقة راح يكون عندك البريسيت أو الفلاتر المسبقة الحفظ اللي راح تقوم يعني تقدر تطبقها فقط بضغطة زر واحدة. أنا ما أنصح بها كثير لأنه مرات ما تعطيك الطعم أو الطريقة التعديل اللي تحبها لأنها تكون ثابتة. معظم المصورين اللي يحب يشتغل بطريقة سريعة وما يحب يتطرق أو يدوخ نفسه بهذه التفاصيل أو التعديل الاحترافي راح يلجأ لاستخدام البريسيت لأنه هي سهلة، ومجرد فلاتر تدوسها مرة واحدة راح تعطيك صورة أبيض وأسود. مثلا راح أضغط بغير مكان راح يعطيني هذا الفلتر، أو راح أضغط مجرد يعني شلون نقول فلاتر الانستغرام يعني بس ضغطة واحدة راح يعدل لك كل شيء. بس انا ما احب هذا التعديل لانه اعتبره جامد وانت ما لك بأي دور، انت المهم تعرف كيف تعدل. فراح نجي نضغط على الريسيت اللي معناها راح يعيد الضبط الاولي، فراح ترجع الصورة كما كانت. فمثل ما قلنا هذا البريسيت هي الاشياء المسبقة الحفظ، هذا السناب شوت اذا كنت تحب تلتقط لقطات ل حتى تشوف مراحل شغلك، وهذا الهيستوري راح يعرض لك مراحل تعديلك والتغييرات اللي عملتها حتى تقدر تتراجع عن الأخطاء منها. كذلك هالكولكشن هي مثل شلون نقول مثل نسميها ماكرو أو اللي هي بالفوتوشوب مثل طريقة تعديل أو خطوات تعديل أنت مسبقة الحفظ قمت بخزنها. ما راح تحتاج هذا الكولكشن ولا الهيستوري ولا نصيحتي اترك هذه الأربعة. فنرجع لهذه القائمة اللي هي مهمة جدا، أوكي، هي راح يكون بها التعديل كل شيء. فراح أسد القوائم لأنه أنا كنت فاتحها بهذا الترتيب مسبقا. فراح يكون عندك هذه التعديلات، هذا المكان اللي هو هنا اللي هو كذلك ينسد وينفتح راح تحتاجه دائما. راح يعطيك تفاصيل الصورة هنا اللي settings مال الكاميرا اللي كان ISO 200
العدسة 50 فتحة 1.4 شتر 1/160. مثل ما تشوف راح يعطيك يقسم لك الصورة حسب يعني المنطقة المظلمة اللي هي مثلا الأسود أو هذه المنطقة المظلمة، ومناطق متوسطة اللي راح تكون بالوسط، أوكي؟ هذه المنطقة هي المظلمة اللي هي البلاكس اللي هي السواد الكامل، أوكي؟ هذه المنطقة اللي هي الشادوز اللي هي بلاك متوسط أو أسود متوسط أو مناطق شوية داكنة اللي راح تكون هنا. هذه المنطقة اللي هي المتوسطة راح تكون المناطق العادية اللي هي هذه المعتدلة الإضاءة. راح يكون عندك هنا الهايلايتس أو مناطق التعريض العالي اللي هي مثلا هاي هايلايتس اللي هي تعريضها سطوعها جدا عالي. راح يكون عندك الأبيض بالأخير اللي هي الأبيض الساطع كليا اللي هو هذا، أوكي؟ فالهيستوغرام راح يقول لك أنه المنطقة المعتدلة اللي هي المتوسطة اللي هي الإكسبوجر اللي هي المنطقة العادية للتعريض بيها أكثر شيء أحمر، فبدنا نشوف إحنا الأحمر أكثر شيء بالمتوسطة. عندك المناطق المظلمة بيها أزرق كثير، أوكي؟ اللي هو مثلا نشوف هنا الأزرق صاير من المنطقة المظلمة، فيقول لك الأزرق صاير جدا مظلم، الأخضر يعني جيد. لازم دائما تحاول تجعل الألوان كلها تكون بالوسط، أوكي؟ راح نتطرق بعدين لكيفية تحريك أو نقل الألوان وجعلها في منطقة تعريض بيرفكت أو مثالي. فمثل ما دا نشوف هاي إن الصورة مالتي معظم الألوان متجهة للمنطقة المظلمة اللي هي هنا، فراح أشوفكم بعدين كيفية نقلها. فراح ندخل للقائمة الثانية، هذه المنطقة اللي راح تكون كذلك مهمة جدا بالنسبة لك اللي هي أول واحد الكروب اللي هو الاقتصاص أو قطع الصورة، أوكي؟ راح أقدر في أقص الصورة وأصغرها حسب رغبتي أو أقدر كذلك أدورها، أوكي؟ راح تعمل روتيشن للصورة مالتك. كذلك بتفاصيل كثيرة ما راح أتطرق لها بس بصورة سريعة، بعدين راح نسوي درس مكثف للقوائم نتطرق به لكل واحدة من هذه الأشياء شنو تسوي. إذا تحب تجرب وتشوف كل واحد شي يسوي تقدر بكل سهولة تجرب شو راح يصير وتتعلم. المنطقة الثانية هي spot removal أو إخفاء الأخطاء، مثلا مرات أكو نقطة أو مثلا أكو مرات مثلا أنا خدش أو فتشي أو أرتزيل هذه المنطقة، راح مجرد أضغط هذا المكان وأخلي هنا أنا. أوكي راح يمسح لي هذا المكان ويعوض لي من البيئة المجاورة. ما راح أخزن هذا التغيير، راح أقول له escape لأن ما أريد، راح أمسح هذه المنطقة. أوكي راح أختار use delete، مسحنا هذا التغيير. فهذه المنطقة هي اللي إزالة الشوائب أو النقاط أو الأخطاء اللي بالصورة. مثلا هذا عندي هنا نقطة بيضة راح أزيلها بهذه الطريقة، أوكي؟ راح أنتقل لهذه النقطة البيضة، نختار إزالة الشوائب أو إزالة الأخطاء وأضغط هنا أصغر الفرشة، راح أدوس مثل ما نشوف أضغط Enter بعدها وراح عندنا هذا كان نقطة لونها أبيض. هذا الاختيار اللي هو Red Eye Correction اللي هو إذا مرات تستخدم فلاش راح تكون العين حمراء أو عين الأشخاص يعني، فمجرد تضغط هذا الاختيار وتخلي على العين راح يوخر لك اللون الأحمر من العين. هذا الاختيار اللي هو Graduated Filter اللي هو مالته الشورت كات من الكيبورد M، أنا دائما استخدم الشورت كات من الكيبورد لأنه أسرع بالشغل فما يحتاج أروح بالماوس وأضغط هنا، مجرد أضغط M راح يختار لي الشورت كات. إذا تحب تدخل للشورت كات راح يكون تلقاها بالسيتنجز أو بالبريفرنسز، راح يكون واحدة من الاختيارات هنا أنا موجود بها الكيبورد شورت كات، أوكي؟ بعدين نتطرق لها حتى نشوف شنو كل زر من الكيبورد راح يسوي. فالجراجويتد فلتر هو فلتر تدريجي، يعني راح يبدي من منطقة قوية ويخف يختفي، فمثلا راح تسحبه بهذا الشكل، أوكي؟ مثلا راح تغير بالإكسبوجر فراح يبدي من منطقة مظلمة ومنطقة متوسطة وهنا يختفي، أوكي؟ أو تريد بالعكس تخلي مضيء ويصير عادي، فما يبدي من منطقة جدا مضيئة ومنطقة متوسطة وبعدين هنا يختفي يعني يتلاشى. كذلك تقدر تقوم بتدويره، أوكي؟ هذا أكثر شيء نستخدمه مثلا إذا كنا نصور portraits أو الأشخاص راح نسوي منه نسوي اللون أصفر، فراح يعطيك شعور أو مثل إحساس بكأنه أشعة شمس، أوكي؟ فهو هذه الطريقة اللي يسوون بها الفلتر هذا. هذا ضفت واحد ثاني راح أمسحه، أوكي؟ راح تقدر تحركه منه تمسكه وتحركه، مثل ما قلنا راح يبدي بطريقة قوية ويخف، راح يكون شكله
مثل نقول مستقيم. راح امسحه احدد هذا الاختيار وادوس ديليت، راح تقوم بمسحه. عندك هذا الاختيار اللي هو مكتوب راديال فلتر اللي هو شيفت تو ام، نفذ هذا ولكنه تاثيره راح يكون دائري. فلما اضغط عليه وارسم دائره، اوكي، بس لحد الان ماكو اي تغيير لانه ما غيرت بالاعدادات، فراح اعطيه مثلا سطوع، اوكي، راح يخلي هذه المنطقه عاديه ولكن المنطقه المحيطه بسطوحها عالي. تقدر تقلبه من هنا راح يكون بالعكس، المنطقه الداخليه ساطعه وهذه المنطقه لم تتغير، اوكي. فيعني لازم انت تتعلم كل واحد من هذا شو يسوي، وتشوف يعني ظل تجرب وتشوف شنو اللي يصير على الصوره. هذه المنطقه هي مثل الفرشات، راح تقوم بالتعديل. مثلا هذه المنطقه داكنه او هذه المنطقه أرد أغير لونها، فراح أختار شنو اللي يتعدل عليه بالفرشة. مثلا أرد أخفف مثلا نقول إضاءة بهذه المنطقة، مثلا سطوحها هاي، راح أكبر الفرشة وأسحب هنا، مثل ما نشوف قامت المنطقة تصير عندي مظلمة، أوكي. الفلو هاي مثل قوة الفرشة، راح أسويها 100%. الفيذر هي مثل التلاشي على حافة الفرشات اللي مثل ما نشوفها لما نتأشر، أوكي. مثل ما نشوف هاي الفرشة ماتي بيها دائرتين، الدائرة الداخلية هي منطقة القوة مال الفرشة، يعني الفرشة لحد هذه الدائرة الداخلية راح تعطيك تأثير قوي، بس الدائرة الكبيرة الخارجية هي منطقة تلاشي، فبين الدائرتين راح تضعف، يصير عندك نعومة بالفرشة. فلما أجي أحدد هنا مثل ما نشوف قامت المنطقة عندي تصير داكنة، لأنه أنا منها قللت الإكسبوجر مال الفرشة فقامت تسوي المكان داكن، اوكي. راح اجي ادوس انتر، راح تنخزن عندي هذا التعديل. كذلك تقدر تمسح هذا التعديل، نرجع للفرشه مثل ما تشوف هنا نقطه، نضغط عليها راح يعطيك لون احمر، معناها منطقه الشغل اللي اشتغلتها، راح ادوس ديليت ومسحت. مثلا ما اريد اغير اسوي هذا صفر، ما اريد اغير السطوع، اريد اغير الوضوع او الحده، اوكي. قبل ما اغيره راح ازوم هنا حتى نشوف راح يتغير. نرجع للفرشات، اصعد الكلاريتي اللي هي الحده مال الصوره، اوكي. راح اجي احدد هنا، انا بعرف شلون صارت عندنا صوره جدا حاده، اوكي، ما اريد هذه الحده، راح اقلل الحده اسوي مثلا 20، اوكي. بعد لما غيرت بالفرشات 20 صارت مثل ما نشوف، وهذه قبل كيف كانت كذا. فانت يعني جرب كل واحد من هذه الاختيارات شو يسوي واشتغل بالفرشات. هسه راح ندخل هذه الاختيارات اللي كذلك مهمة بالصورة. حاليا ما عندي أي تعديل على الصورة، ما قمت بتعديل أي شيء، فراح نجي على هذه المنطقة. يقول لك التريتمنت أو طريقة التعديل مالتك ملون وليس أبيض وأسود، تقدر تختار أبيض وأسود منه، تقدر ترجع على الملون منه. إذا كنت تحب تعمل صورك أبيض وأسود تضغط هذا الاختيار وتغير كذلك بالمعطيات. فنرجع للكولر اللي هو ملون، راح يقول لك الوايت بالانس اللي هو توازن اللون الابيض مالتك شنو هو اس شوت، يعني كيف ما التقط الصوره، يعني شنو الاعداد اللي كان بالكاميرا راح يطبق هنا. لكن مرات الكاميرا تخطا او انت نسيت تضبط الوايت بالانس بالكاميرا، فاذا كنت تصور رو راح تقدر تغيره منها بكل سهوله وتختار شنو كان وضع تصويرك. مثلا فلورسنت اللي هو انا كنت اصور بيه مثل ما نشوف هو قريب من هذا الوضع. احيانا بالتعديل اذا كنت متعرف تعدل، او كثير نشوف مثلا مصورين مبتدئين لما يستخدم الكاميرا تكون عند الصور لونها اخضر جدا مثل ما نشوف، او الصوره حمراء جدا. ليش؟ لانه ما يعرف يضبط الوايت بالانس مالته. فدائما بالكاميرا اضبط الوايت بالانس صحيح، او اذا كنت تصور رو ما حاجه تقلق عليها، لانه اللايت روم راح يقدر يرجع لك شنو اللي تريده. فمثل ما نشوف اس شوت انه انا كنت اصور بيه، وإذا تريد تسوي حسب إضاءتك بذاك المكان، إذا كانت أوتو هو اللايت روم يحدد لك إياها أوتو، اللي مثل ما نشوف شو راح يحددها. مثلا أنا صورت بهذه الطريقة، بس الصورة دي يطلع بيها إنه مالتي الهيستوغرام ألواني رايحة للمنطقة الداكنة، فاللايت روم راح يقوم بتحديدها بالأوتو، راح ينقل الألوان أو يغيرها حسب الهيستوغرام، إنه مثل ما قلنا لازم دائما تكون بالوسط وليس على الأطراف. انا ما احب الاوتو لان مرات يعطيك لون غير جميل، كذلك الفلورسنت ما يعجبني جدا. فمثلا انا يعجبني اسوي النكهه او اللون اللي بالصوره، راح اقلل الحراره مال الصوره اسويها على برود، ننزل اللي هو هذا المؤشر راح يسوي صوره حاره او بارده،
فراح اسويها بارده. هذا التنت هو لاضافه الـ 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 الاحمر او الاخضر على منطقه الشيدز، راح يعطيها الصور نكهه خضراء او حمراء. اقدر اخليه صفر لانه ما اريد اخليها متوازنه، بس احب تكون الصوره بارده. فمثل ما نشوف انه صورك يعني حاليا صارت شويه زرقاء، انتقلل بي بعد صارت 2700 مثلا 2700. اوكي، من قمت بتغيير الحراره. اذا كنت تحب ان الصوره تكون طبيعيه، اللايت روم بهذا الاختيار اللي هو وايت بالانس سيلكتر، اللي هو راح يساعدك باختيار التوازن اللون الابيض المثالي، راح نختاره ونحدد المنطقه البيضاء بالصوره تختار اي لون ابيض. فاختاريت هنا، فراح يقول لك انه صورتك كانت بهذه الطريقه، بس انا كذلك ما تعجبني راح ارجع اقللها اسويها ابرد، فمنها نقلل نسويها برود اكثر. عندك هنا لهذه المنطقه، هذه التعديلات جدا مهمه، لازم تعرف كل واحد شو يسوي. الاختيار الاول هو اكسبوجر اللي هو السطوع، راح يزيد ويقلل الاضاءه بالصوره. فلما ازيده مثل ما تشوف صار سطوع عالي، وهذا سطوع منخفض، وهذا جدا مظلمه، وهذا جدا ساطعه. اوكي، فانت ما تريد تصعد السطوع جدا وتصير صورك يسموها بلون اوت او ممسوحه او مغسوله، لانه ما راح تبين اي تفاصيل بالهايلايت. مثل ما نشوف هالمنطقه اللي ساطعه وهنا ما نشوف اي تفاصيل، فمعناها الصوره عندك غلط. وحتى الهيستوغرام ده يقول لك انت غلطان، لانه بقى الوانك كلها راحت بالهايلايتس، صار سطوعها جدا عالي ما تشوف منها اي شيء، لازم دائما الالوان تجي بالوسط. اوكي، فراح شو نسوي؟ نغير السطوع. اوكي، شلون؟ مثل ما نشوف هسه الواني كلها جت بالوسط، صارت ملائمة. حاول دائما يكون ماتك القوس بالداخل أو المؤشرات تكون كلها بالوسط. أحيانا الهيستوغرام راح يعطيك يعني مو قراءة غلط، بس مو شرط تتبع دائما الهيستوغرام، حاول تتبع الصورة اللي تشوفها قدامك، لأن الناس ما راح يشوفون الهيستوغرام مالتك، راح يشوفون الصورة النهائية. فأنا دا أحس إن الصورة بعدها بلون أوت أو بعدها سطوحها عالي، فش راح اسوي؟ راح اقلل كذلك الاكسبوجر من هنا، راح انزل بعد. فمثلا هذه الصوره حاليا حلوه، ومثل ما تشوف بعد الهيستوغرام ده ينطي قراءه صحيحه. فانا مثلا احب هذه الصوره، يعني قللت اول اندون. شنو اللايت روم راح تبقى تغير وتصعد وتنزل وتحرك بالمؤشرات كلها لحد ما توصل الصوره الحلوه اللي تعجبك. لازم يكون عندك فن وذوق بالتعديل، مو مجرد تتحرك يمنا ويسرى منا وتجيب وتودي بالمؤشرات وبالاخير تطلع عندك صوره يعني مبينة جدا انه هي ابتدائية او واحد ما يعرف يشتغل عليها. حاول يعني تقلد يعني المصورين الكبار، طريقة تعديلهم او الستايل بالتعديل، مثلا طريقة الكونتراست اللي يستخدموها، الالوان، النكهة، الكلاريتي. فنرجع للقوائم البقية، مثل ما قلت لكم انا اختاريت سطوع الصورة احب يكون بهذا الشكل. الكونتراست اللي هو الحدة مع الصورة، لا تخلي الصور مثلا لما ازيدها راح تكون عندك الصور هاي كونتراست، يعني الفرق بين الابيض والاسود راح يكون جدا قليل، فراح تكون الصوره يا اما داكنه او يا اما ساطعه جدا. هذه الصور لما هذا قصدي الاختيار، لما تعدله راح يعطيك شويه حده اكثر، بس راح يقتل او يوخر الدايناميك رينج من الصوره. شنو هو الدايناميك رينج؟ الدايناميك رينج هو قابليه الكاميرا على عرض التفاصيل بالمنطقه الساطعه والمظلمه. اوكي، فمثل ما نشوف انه هنا المنطقه سوداء ما نشوف بها شيء، وهنا المنطقه بيضاء جدا. فالكاميرا مثل ما تها الدايناميك رينج محدود، مو مثل العين. مثلا العين البشريه تقدر تشوف دايناميك رينج احسن من الكاميرا. فانا لما كنت انظر على هذا الجهاز كنت اقدر اشوف هذه المنطقه شنو بداخلها، بس الكاميرا لما تلتقط الصوره ما راح تقدر تشوف المنطقتين بنفس التعريض. فاذا زيدت التعريض مثل ما نشوف قامت هذه المنطقه تبين عندي، بس ما اريد. ليش؟ لان الصوره البقيه خربت عندي، فلازم توازن صورتك بين المنطقه الداكنه والمنطقه الساطعه. فمثل ما نشوف هسه حاليا يعني متوازنه. فلما تصعد الكونتراست راح المنطقه الداكنه تصير عندك اكثر داكنه، والمنطقه الساطعه تكون اكثر سطوع. فاذا قللت الكونتراست اوكي راح تقدر تشوف تفاصيل اكثر من الدايناميك رينج، بس راح تخسر الحده مال الصوره. فحاول دائما تخلي الكونتراست يا اما صفر او احيانا تحتاج زائد 10 او ناقص. انا لما اشتغل صور بورتري اقل الكونتراست لان تعطيك نعومه للصوره، وكذلك تبين دايناميك رينج اكثر.
فمثل هذه الصورة راح أخليها ماينس أو سالب 24. هذه راح يقول لك الهايلايتس أو منطقة السطوع العالي، الإضاءة تقدر تقلل منها إضاءتها، فمثل ما نشوف عندنا هاي المنطقة جدا ساطعة، راح تقدر تسترجع بعض من تفاصيلها بتقليل سطوعها. مثل ما نشوف قللت السطوع بالهايلايتس، أوكي، راح تقدر تشوف تفاصيل أكثر، فقللته هسه نقدر نشوف شنو أكو هنا. كذلك بالنسبة إذا كنت تصور مثلاً بيت أو سماء أو أي شيء به سطوع عالي، راح تقلل الهايلايتس، راح يظهر عندك المنطقة الساطعة بطريقة أوضح. الشادوز، المنطقة الظلال أو المنطقة الأسود المتوسط اللي هو مثل هنا، تقدر كذلك تزيد مالت السطوع، إنه نحرك هذا السلكتر بهذا الاتجاه مثل ما نشوف قامت تظهر عندنا الشيدز، بس هذه لما نزيدها راح يطلع عندك نويز أو نمش بالصورة، فما أنصح دائما تزيده كثير. مثل ما نشوف صارت عندنا هنا نمش، مع العلم أن صورتي كانت بايسو 200 جدا قليل، بس هذا الاختيار دائما يسوي نويز عندنا، فلا تزيده كثير إلا إذا كنت تحب تبين تفاصيل المنطقة الظل، فراح أسوي يعني كيفك أنت حسب الرغبة، ما أغيره، راح أرجع صفر من هنا. عندك الوايتس اللي هي قوة الأبيض، مثل ما نشوف أي أبيض راح يقوى ويقل عندنا حسب التصورتك غير به. هذا البلاكس هو الأسود، قوة اللون الأسود، فراح الزايدة منا نأخذه بالسالب، راح الأسود عندك يقوى أو تغيره بالعكس، راح الأسود عندك يخف. كذلك ما أنصح بتغييره دائما، خليه صفر، حاول دائما تقلل الهايلايتس فقط وتقلل شوي الكونتراست، وأحيانا إذا كنت تحب تبرز تفاصيل الصورة لا تقلل ماتك الكونتراست، وكذلك هنا تعطيها كلاريتي اللي هي حدة، راح تزيد الحدة مع الصورة. مثل ما نشوف انه اذا اعطيت كلاريتي 10 راح اكتب 10، اوكي الحدة راح تزيد مع الصورة او اقللها، شوفنا الحدة تزيد وتقل، بس ما انصح انه دائما تزيد الحدة اذا كنت تصور اشخاص. ليش؟ لان تفاصيل الوجه راح يبين الشخص كبير او تجاعيد الوجه راح تبين، فاذا كنت تصور منتجات او ديكورات عادي زيد الكلاريتي، خليها 20-25 بكيفك حسب الصورة، أوكي. بس إذا كنت تصور أشخاص ما أنصحك تزيدها كثير. مثلا عندنا صورة الشخص هذا اللي كان هنا، أوكي، لما نقرب على وجهه، طبعا هذا الشخص هو مخترع أو مؤسس شركة ترو كولر اللي هو نيما أو مينا، ما أتذكر اسمه بالضبط، بس هاي كان باجتماع أو مؤتمر إلي أنا كنت حاضر صورته. مثل ما نشوف الصورة ملتقطة بآيسو 1000، البعد البوري العدسة 82 F4 شتر 1/125. فأريد شوي أزيد الحدة مال وجهه حتى تبين تفاصيله، إذا قمت بزيادة هذا المنانة كثير مثل ما نشوف راح يصير عندك الوجه شكله غريب، أوكي، فما أحتاج أزيدها كثير، راح أزيدها 5 فقط، أوكي، فيصير الصورة يعني صورة مقبولة. فخلي نقوم بالتعديل على هاي الصورة حتى نشوف شنو الفرق. مثل ما نشوف انه الصورة يعني زينة ما تحتاج اي تعديل، مو شرط دائما اغير بالاعدادات. مثل الهايلايتس اذا قللته راح يقل الهايلايتس او اي منطقة سطوع عالي راح تقل، بس ما احتاج اقلها كثير، خليها مثل ما هي. مثل هنا اكو شادوز، اشوي ارد ازيدها حتى تبين هذه المنطقة، راح نزيد الشادوز، اوكي، راح تقل الدكونية أو الظلام مال المنطقة المظلمة المتوسطة الظلام. مثل ما تشوف هنا زادت عندنا النويز أكثر لأنه لعبنا بالشادوز، راح أخلي هذه المؤشرات كلها. مثل ما قلنا الكلاريتي هي مثل حدة الصورة، أوكي، تختلف عن الكونتراست، لأن الكونتراست راح تزيد، الكونتراست راح تسوي البلاك أكثر بلاك، يعني الأسود أكثر سوادا والأبيض أكثر بيضا فقط. شوف خليها صفر، ما أريد أغير بيها، أو احتمال حتى بتسالب ما راح تسوي تطلع الصورة ناعمة. عندك الكلاريتي راح تزيد الحواف الخارجية بين الهايلايتس واللولايتس أو البلاكس، أوكي، بتعطيك نوع من الحدة بالصورة. بس كل هذه التغييرات اللي راح تسويها إذا دائما ستايلك هو هذا، راح تكون عندك بالصورة نمش، اللي راح أشوفكم بعدين شلون نوخر النمش باللايت روم. عندك الفايبرنس هو راح يزيد تشبع الألوان، وأكو كذلك شيء اسمه الساتوريشن. كثير من المصورين ما يفرقون بين الساتوريشن والفايبرنس، يروح يصعد الفايبرنس يقول لك صار لون حلو، بس مثل ما نشوف صار الشخص برتقالي. أنا ما أريد أسوي الشخص غريب لأنه مجرد حبيت أصعد الألوان أو تشبع الألوان. مثلا بهذه الصورة
نرجع عليها كنا نعدل بيها، اذا صعدت الفايبرنس كل الالوان راح تزيد، اوكي كل لون بالصوره راح تزيد، مثل تشبع الاحمر هنا الصوره ما بيها الوان كثير بس ازرق، وهاي مثل ما نشوف هنا الالوان كل صارت عاليه، اوكي معناها خطا تعديلي. فانا ابد ما المس الساتوريشن، استعمل الفايبرنس. الفايبرنس راح يزيد لك فقط الالوان الغير مشبعه، يشوف يعني يا لون تشبع قليل راح يزيده، لكن الساتوريشن راح يصعد لك كل الالوان. فبشوف لما الفايبرنس الفايبرنس لما تصعده راح يزيد لك التشبع بطريقه جميله، مثلا لو اشوف الاحمر شويه صار احمر والازرق كذلك زاد مالت التشبع. دائما بالصور انا ما استخدم الساتوريشن او ما المسه، ابد ما المسه. نرجع لهذه الصوره مع الشخص، كذلك نشوف انه لما نزيد الساتوريشن مثلا نخليه 20 راح تبقى الصوره جميله، مثل ما نشوف فقط تيشيرته ولون اخضر وشويه من وجهه صار لونه اجمل، اوكي. فدائما نستخدم فايبرنس، خلي مثلا 5 او 10 او 20 بس لا تزيده كثير لان راح يكون تشبع غريب، بس كذلك حتى لو تزيده للاخير ما راح يعني تخرب الصوره، هم تبقى حلوه، لكن الساتوريشن مجرد زياده خفيفه صارت عندك الصورة غريبة. فخلي هذا 0، خلي هذا 20، اوكي. هسه ننزل اسد هذه القائمة البيسك اللي هي الاساسية، ننتقل للتون كيرف اللي هو راح يكون عندك هنا كيرف او منحني، اوكي راح تعدل بيه على السطوع بالمنطقة البلاك او المنطقة الهايلايت او السطوع العالي والمنطقة المتوسطة. طبعا هو هذا شوية ادفانسد، اوكي هذه يعني هذه المنطقه شويه متقدمه، ما انصحك تلعب بيها اذا ما تعرف تستعملها، بس هو بسهوله راح يزيد لك سطوع المنطقه السوداء، مثل ما تشوف لما اجي هنا بالزاويه اوكي وارفع هذا النقطه راح يزيد لك سطوع السوادات، مثل ما تشوف صار السطوع اكثر بالاسود. كذلك هذه المنطقه لما امسكها وانزل للاسفل راح يقل عندك السطوع بالمنطقه البيضاء، مثل تشوف الابيض خف وزاد، اوكي. وهذا الوسط اذا غيرته راح يعدل لك المناطق المتوسطه الاضاءه، راح تزيد وتقلل اضاءتها، يتحكم فقط بالميد تونز يسموها يعني المتوسطه السطوع. دائما المصورين يخلون هذا بشكل اس اللي هو راح يضغط هنا وهنا، اوكي وهنا وهنا يعني بهذه الطريقه. اكو كثير يعني ستايلات بالتعديل، ما انصحك تغير بيه اذا كنت متعرف تستخدمه، لانه هو هذا وحده علم خاص يعني يحتاج لدرس خاص، راح اسوي دروس خاصه بالنسبه للبيسك للتون كيرف لكل هذه الاختيارات مكثفه، بس احنا حاليا بس نريد ندخل بطريقه سريعه حتى ما نطول الدرس. نجي على ال HSL والكلر والبي ان دبليو. البي ان دبليو راح يسوي لك الصوره ابيض واسود، الكلر راح يرجع للالوان راح تعدل عليها كل لون، مثلا هذا الاخضر هنا اوكي ارد اغيره احسه مثل ميت، فايش راح نسوي؟ نختار منه الاخضر جرين، فراح يقول لك تريد تغير المات الهيو انه تسوي اقرب للخضار لو اقرب للصفار، اوكي راح اسوي اقرب للخضار بس مو كلش راح يطلع فيك كانه النبته مزيفه، راح اخليه شويه اخضر مو اصفر حتى ما تبين النبته جافه، فراح ازيده. طبعا طريقه تفيدك اذا كنت تصور لاندسكيب او غابات او اشجار او ورود، دائما نسوي الاخضر اقرب لهذا الاخضر مو الاصفر. الساتوريشن اللي هو التشبع اللوني مالته راح ازيده، خلينا نقرب النبته حتى نشوف التغييرات اللي تصير، راح اخفي هذا الشريط حتى نشوف صوره كبيره. فشوف هذه المنطقه ساتوريشن انه الاخضر دي يزيد عندي ويقل، هنا صفر انه ماكو اي اخضر، هنا انا ازيده راح اعطيها مثلا تشبع شويه 30، انت بكيفك حسب رغبتك شوف الصوره شلونها وسويها شيء جميل. اللومينس هو مثل اضاءه اللون، مثل ما تشوف صار في اضاءه هنا سويتها مظلم ما راح اغيرها او احتمال اخليه 10 شويه يصير بسطوع. صار عندنا النبات حلو، مثلا التيشيرت هذا الشخص لونه ازرق راح اختار الازرق، اوكي الساتوريشن تشبع اللوني ما راح اسوي صفر، شوفوا اختفى اللون، اوكي راح اسوي نرجع للصفر اخلي التيشيرت اكثر اضاءه، تشوف الإضاءة بالتيشيرت أو اللون الأزرق راح تغيرها من هذه المنطقة. طبعا هذا كله تعديل أدفانس لازم تظل تجرب، يحتاج لك فترة طويلة حتى تتدرب عليه وتعرف كيف تعدل أو تصير صورك جميلة. حتى التيشيرت راح تقدر تسوي أقرب
الأزرق الداكن أو لهذا اللون، فأنت بكيفك حسب رغبتك غير لون أو الأشياء اللي عندك بالصورة. راح تختار كل لون من هنا وتغير عليه. عندك ال HSL اللي هو ال Hue Saturation Luminance، هو تقريبا يشبه هذا لكن معروضة بغير طريقة. راح تعدل يعني مثلا التشوه اللوني مع الألوان أسرع، مثل ما نشوف يقولك الجرين أنت زيته، صحيح احنا غيرنا الجرين أول شيء من هذه المنطقة. نفس الشيء يعني الكولور جرين هاي مجرد انه تشوف التفاصيل كاملة. اوكي، نجي على السبليت تونينج. السبليت تونينج راح يضيف لك لون، اوكي راح يضيف لون على المنطقة الهايلايتس اللي هي السطوع، وراح يضيف لون على منطقة اللو لايتس. هذا السبليت تونينج اكثر شيء يستخدموه بالسينماتيك افكت او سينماتيك ستايل، يعني اذا كان تعديلك تحب تسويه سينمائي او كأنه فيلم او بوستر، اللي خاصة يستعملوه بجماعة تصوير الأفلام، هم راح يضيفون هذا الإفكت. فعندك الهايلايتس يقول لك يا لون تضيف بمناطق الإضاءة العالية، دائما الإضاءة العالية تكون يا أما زرقة مثلا يعني الفلوريسنت، أو راح تكون صفرة اللي هي الشمس. فراح أخلي على الأصفر وزيد التشبع مالته، مثل ما نشوف شكو عندنا منطقة ساطعة صارت صفرة، اللي هو شخص تيشيرته أو البلوز مالته وجهه صار أصفر. اوكي، ما انصح تزيد بيه كثير لان حيصير غريب. لا تستعمل هذا الافكت دائما، حاول لا تغيره اذا مو كنت محترف او متعلم عليه جيدا. سوري. فهذا الشادوز راح يكون عندك شنو هو اللون اللي تضيفه بالمنطقة الداكنة، دائما يكون له ازرق له اخضر، لان المنطقة الداكنة تكون باردة، مثل ما تشوف صار عندنا مثل البرود بالصورة. بس انا ما اتغير بهم، راح اخليهم صفر صفر ونسد هذه القائمة. الدقائم اللوخ هي ديتيل او تفاصيل الصورة. نجي على الوجه، اوكي شاربنينج الحدة، راح ازيد الحدة مع الوجه. تشوف الحدة من تزيدها راح يقوى عندك النويز كذلك، فما انصحك تحط شاربنينج للاكثر شيء والله على مود تحصل حدة بالصورة، لانه راح يزيد عندك النمش بالصورة، مثل ما نشوف خربت عندنا الصورة. فيعني انت خليه شيء معقول مثلا 50-70 بكيفك، ونسوي شوية ماسكينج أو تغطية للنويز. أوكي، راح بهذه الطريقة تخفي النويز، بس كذلك راح عندك الحدة كذلك راح تقل لما تزيد الماسكينج. فتضغط Alt، هاي شوية مراحل متقدمة، ما أنصحك يعني حاليا تلعب بهذه الأشياء لأنها شوية صعبة دائما. بس زيد الشاربنينج شوية واترك هذه التفاصيل، راح أشرحها بدرس متقدم بعدين. هذا عندك النويز ريدكشن. اذا كان عندك نويز بالصورة جدا عالي راح تقلل من هذه الطريقة، بس خلي بالك لما زيد النويز راح الصورة الحدة مالتها تروح، مثل ما نشوف ماكو اي حدة بالصورة، صارت عبالك لوحة زيتية. فنين ينطيها فد 10 بالمعقول، وكذلك كان بيها تفاصيل داخلية تقدر تعدل عليها. راح نسوي بيها درس ديديكيتد او متخصص نسد هذه القائمة. مثل ما نشوف انه هذه المنطقه بيضة، اوكي، وهذه المنطقه سوداء. نشوف اكو هنا لون ازرق خفيف، وهذا كروماتيك ابريشن، وهناك لون اخضر خفيف، ومرات يطلع لون احمر. هذه الحاله تصير بسبب العدسات اللي بالكاميرا، يصير مثل استطاره باللون. هاي فد شيء بالفيزياء، فكل العدسات خاصة الرخيصة راح يكون بيها chromatic aberration، اللي هو هذا الـ هذا الـ هذا العيب، احنا نقدر نسميه مثل عيب او مثل خطأ بالزجاج. فقط الزجاج الغالي جدا راح يكون، او العدسات يعني الغالي جدا راح يكون فيها الـ chromatic aberration قليل. لكن العدسات الرخيصة ليش دائما ننصح انه لا حد يشتري عدسة رخيصة؟ لان راح يكون عندك الـ chromatic aberration اللي هو يظهر بين المنطقة الفاصلة بين الأسود والأبيض أو الحواف، مثل ما تشوف أكونها شوية خط أحمر خفيف. وكذلك أي منطقة مثل ما تشوف وجهها أكونها بمثل أحمر، تشوف أكونها مثل الخط خفيف إذا تزوم مثل بنفسجي راح يكون. فكل منطقة بالحافة مالتها راح يكون عندك chromatic aberration، خاصة إذا كانت عدستك رخيصة. لكن اللايت روم راح يساعدك بإزالة هذه العيوب. فنجي على اللينز كوركشن اللي هو تصحيح العدسة. اوكي، ندخل للمانوال. اوكي، فمكتوب الفرنج، هي هاي الكروماتيك ابريشن هي نوع من الفرنج اللي هي اللي نسميها الاستطارة اللونية او ظهور الحافات البنفسجية. فاكو دي فرنج يعني ازالة الفرنجينج،
راح اختار الاماونت انه هو البنفسجي اوخره، اوكي. فمثل ما نشوف هاي المنطقه شوي صارت عندنا اقل، وكذلك الاخضر اوخره، وهم اغير بالازرق، يعني تغير بهذه الاعدادات شويه، اوكي. فمثل هذه المنطقه عندك صارت اقل، فانت بكيفك حسب صورتك لازم تبقى تعدل بيها، اوكي. مثل ما نشوف هنا الاخضر عندنا اختفى لانه قللت الاخضر، وكذلك البنفسجي اقل، وهذا اكو يبقى شويه ازرق فاتح راح اغيره من هنا، اوكي، لحد ما يختفي. انت لازم تظل تجرب باليمين واليسار وحسب نوع صورتك لحد ما يختفي اللون الازرق، او حسب يعني انت صورتك اللي مو دائما ازرق، مرات بنفسجي مرات احمر، فانت تبقى تغير بها يمنى ويسرى لحد ما تختفي عندك هذه التفاصيل. ما اتطرق لها بال يعني نضيع وقتنا بها، لانه تحتاج كذلك دروس خاصه عن كيفيه طريقه ازالتها. نجي للبروفايل، اوكي، هذا يعني تعديل العدسه، فاقول له ريموف كروماتيك ابريشن، يعني قم بازاله الاستطاره اللونيه، فوخر الكروماتيك ابريشن. مثل ما نشوف انه هاي راح تقل، وكذلك اي كروماتيك ابريشن على الوجه او بهذه المنطقه راح يتم ازالته، اوكي. فهسه ما عندنا اي كروماتيك ابريشن. كذلك قم بتصحيح الكوركشن للعدسة. مثل ما نعرف العدسات انه اذا كانت وايد انجل راح تسوي لك تحدب بالصورة. شنو التحدب اللي بالصورة؟ راح يكون تحدب بهذه الطريقة، لا سوري، راح يكون عندك التحدب اللي هو راح تقدر تفرق بيناتها انه هنا أنا. او اقدر اشوفكم يا طريقة اسرع هنا أنا. هو الديستورشن. نشوف هذه الصورة مثل الفقاعة، شوف. فإذا كانت عدستك وايد انجل، يعني مثلا 10 أو فيش آي اللي هي 8، يعني تقريبا لحد 16 لحد 20 حتى 30 40، راح يكون عندك تحدب بالصورة اللي هو يكون الصورة بهذا الشكل. بهذه الصورة هو ما واضح حيل التأثير، لأنه الشخص صار على الطرف، فما تقدر تشوفه. إذا كان الشخص بالوسط راح يكون عندك الشكل يشبه الكرة أو تحدب، كأنه قاعد تنظر عليه من عدسة فيش آي. فمن هذا المكان راح تقوم بتعديل عليه وتقلل التحدب. مثل ما نشوف أكو تغيير خفيف، أوكي، فراح تقلل التحدب من هذا الاختيار اللي هو نفسه Enable Profile Correction حسب نوع كاميرتك، حسب نوع العدسة، لأنه الشركة تعرف العدسة مالتها شقد بيها تحدب، فقاموا بإضافة هذه القوائم أو إرفاقها مع Lightroom، وراح هو أوتوماتيكيا اللايتروم يقرا الصوره ومعلوماتها ويقول لك انه شنو عدستك، وراح يقوم بتصحيحها اوتوماتيكيا. بس مرات هم تحس اكو بعد تحدب، فراح نقلله منها، اوكي. يبقى عندنا شغله ثانيه هي من مساوئ او عيوب العدسات. قلنا الكروماتيك ابريشن هذه من المساوئ، كل العدسات فيها مساوئ، ولكن العدسات الغاليه ما تظهر بهذا التاثير بصوره واضحه. فعندنا سوري الكروماتيك ابريشن حليناه بهذا الاختيار. عندك الكوركشن اللي هو التحدب والتقعر، كذلك حلينا بهذا الاختيار. عندك بعد مسألة اللخ اللي هو اسمها الفينيتينج، اللي هي هذه قسم الناس يقروها فيجنيتينج ولكن غلط، هي فينيت الجيم اللي فوق. الفينيت هو الزوايا مال الصورة، مثل ما نشوف هنا هذه وهذه وهذه وهذه، أربع الأطراف راح تكون داكنة لأنه الضوء يكون بها أقل، فيصير عندك مثل الحلقة هيك يعني دائرة والأطراف مالتها سودة. كذلك لما تضغط البروفايل كوركشن راح يساعدك بإزالة هذا الأسود، لكن مرات حتى من تزيله بعد أكو أسود، فمنها تقدر توخره أكثر، أوكي. نحرك باليمنى واليسرى لحد ما يقل عندنا الفينيت، بس مو شرط تغيره، يعني مرات حتى لو موجود ما يأثر، أو مو كل الناس راح تشوفه. راح أخليه صفر، راح أخلي هذا التأثير هم صفر، ما أتغير به، أو 100 اللي هو الوسط، اوكي. ما غير هالاشياء، غيرت البروفايل كوركشن، غيرنا بالمانوال، لعبنا بها هالاشياء. نجي على القائمه اللي بعدها، اوكي، اللي هي ترانسفورم. فقط اذا كان عندك تشوه بالصوره غير بي، ولكن حاليا ما عندنا اي تشوه. انا مدى اصور ابني او عمارات ما احتاج اتطرق لهذا المكان هذا، فقط اذا كان عندك الصوره مائله او فيها تحدب او تقعر قوي راح تيجي تصححها من هنا. مثل ما نشوف هسه راح اغير من هنا، اوكي، راح اغير لك بابعاد الصوره ويسويها شلون يعني صحيحه. ما انصح بها دائما تغيرها، كل صفر نرجع.
اوكي ترانسفورم تقدر تطفيه حتى اصلا اذا مغير شيء ما حاجتك، اذا مثلا غيرت بي اوكي وخربت الصوره تقدر كل صوره تطفي منها، راح تلغي كل التغييرات مالته ونسده. عندك الافكت هي مثل الافكت يعني مبينه تاثيرات، فش تريد مثلا تضيف؟ عندك تقدر تضيف فينيت، مرات انا احب اضيف اسود على الاطراف حتى تاخذ تركيز الشخص بالوسط، فنضيف فينيت اوكي مثل ما اشوف هذا الاسود من هذا المكان، بس ما انصحك تسويه جدا قوي، مثلا فينيت خفيف وتختار المنطقه الوسطيه مالته من تبدي، تختار انه هو كيف يكون دائري للاعلى او دائري للاطراف، كيفيه يعني التحدب مالته كذلك نقول، والفيذر هي منطقه التلاشي او النعومه، تجد مثلا مو ناعم، تجد ناعم جدا متلاشي، يعني انت تجرب منه. فهذا بالنسبه للاضافه الفينيت، انا مرات اضيف فينيت بالصور يعطيها نكهه اجمل، بس مو بهذه الطريقه، اضيفه خفيف شيء معقول بالسالب. اذا اضيف بالموجب راح اضيفه ابيض، اذا اضيف بالسالب راح يكون اسود. عندك بعد هذا الجرين اذا حاب تضيف نمش على الصوره حتى تظهر الصوره كانها ملتقطه، عندك هنا هذا الاختيار اللي هو الجرين اللي هو اضافه نمش. مرات مصورين يحب يضيف نوع من النمش او التشويش على الصوره حتى تظهر كانه ملتقطه بفيلم، مثل ما نشوف صار عندنا الصوره بها نمش. ما احب اضيف انا النمش بهذه الصوره، حخليه صفر. عندك كذلك هذا منها كاميرا كالبريشن، راح يغير لك بالالوان، ما انصحك تغير بيها لانه شويه مراحل ادفانسد، خليها هذه بعدين. فحاليا قمنا بتعديل الصوره وصارت عندنا صوره كلش حلوه، هسه اريد اخزنها الصوره. اكو كم طريقه تقدر تحفظ بها الصوره، تقدر هنا تضغط كليك يمين واروح على اكسبورت وارجع اختار اكسبورت مرت اللغ، راح يفتح لك هذه القائمه اللي هي لاكسبورت وان فايل او لخزن ملف واحد، راح يقول لك وين تخزنها، على الهارد درايف او تقدر ايميل او على سي دي او على جوجل درايف كيفك. انا حخلي على الهارد على حاسبتي، اختار المكان، راح اختار بالديسكتوب، اختار الفولدر، راح اسوي فولدر جديد اسميه 5، يقول لك هنا أنا خليها بالفولدر الثانوي 5، تقدر تضيفها بالتقسيمات ثانوية ما أريد أضيفها، مثلا شو تسمي الفايل، تقدر تضيف عليه أرقام ما أريد أضيف عليه أرقام. هذا إذا كان فيديو. هنا عندك الفايل شو تريد تخزنه، بيا صيغة أخزنه بالجي بيج، ما أريد فوتوشوب ولا تيف ولا دي إن جي، أخليه جي بيج. أختار المدى اللوني sRGB of course، لأنه راح أشير على الإنترنت أسويها sRGB. ايش قاعد تريد مالتها الوضوح، اخلي وضوح كامل، او اقول له حدد القياس انه ما يعبر ال 5000 كيلو بايت اللي هو ما يعبر ال 5 ميجات، او ما يعبر ال 10 ميجا اللي هي 10000، او ما احدد نفسي بحجم، اخلي الكواليتي فل. اقول لك ايش قاعد تريد تسوي ابعاد الصوره، ما راح اغير بيها لانه راح تكون بالابعاد الاصليه، اقول ريزوليوشن سوي مثلا 300. راح يطلع عند هنا قصدي يطلع عندك exporting one file يعني يتم الحفظ، لأنه ضغطت enter قام بحفظها وفتح لي الصورة مثل ما نشوف حجمها 8 ميجا، وهذه الصورة اللي عندنا اللي قمنا بخزنها. احتمال أرد أضيف لوجو، أوكي أنا أريد عندي اللوجو مفعل، نرجع لنفس القائمة أدوس export، export كذلك حتى نشوف بقية الاختيارات. فالimage sizing هي تغيير الأبعاد، الoutput sharpening يعني لما يقوم بالحفظ تقدر تزيد الحدة، ما أنصح إنه تشغله أبد، ما أنا ما أستعمل هذه الأشياء. الميتا داتا معلومات الصورة تريد تكون مرفقة أو تنمسح خليها. الووتر ماركينج اللي هو اللوجو اللي راح يكون بالطرف، نعم خلي لوجو، أنا حاط عليه صح ومختار يا لوجو، عندي مثلا كثير من اللوجوات أنا راح أخلي هذا اللوجو منه تقوم بإطفائه وراح أشغله منه. يقول لك بعد ما ينخزن شي تريد تشوف، يقول له show me أو show in explorer يعني راح يقوم بفتح المكان، أو تقدر رأسا تفتحها بالفوتوشوب. لا أنا راح أقوم show me أو show in the explorer، راح يقوم بفتح لك مكان الصورة أوكي. فمثلا أرد أوخر اللوجو وأقول له export، راح يقوم بخزنها بدون لوجو، ده يقول لك already موجودة هذه الصورة، فيقول لك أنت المكان اللي راح تحفظ فيه بالديسكتوب already أنت خازنها، فيقول لك تحطها فوقها يعني تمسح القديمة وتخلي هاي بمكانها، لو تكنسل يعني اترك هذه الصورة، لو يوز يونيك نيمز يعني يسمي اسم جديد يختلف عن هذه الصورة، لو تلغي الفعالية، أقول له يوز يونيك نيمز سوي اسم جديد
exporting one file، هنا مكتوب دي يقوم بخزن الصورة، قام بحفظها، بس شنو ضاف عليها رقم اللي هو 2 يعني النسخة الثانية. مثل ما نشوف الحجم فرق قليل، فرق هذه الصورة عن هذه الصورة انه هذه بها لوجو والثانية قمنا باطفاء اللوجو. فهذا راح تحتاج اكثر شيء لما تخزن الصور، ما راح امسح هذه الصور. اوكي، فمجرد يعني تتعرف على هذه القوائم، بس قسم من القوائم مو شرط تستعملها. يعني انا لما اعدل ما استعمل هذه، ما استعمل هذه، ما استخدم ترانسفورم ابد الا اذا كنت اصور بنايات او مثلا ريل ستيت يعني ديكورات داخليه احتاج هاي مرات. لينس كوركشن اي استخدمه دائما، احط صح هنا وهنا حتى يساعدني بالتعديل الديفورميشن او التحدب مال العدسه. الديتيل نعم اغير بيه، اصعد الشاربنينج، اضيف نويز ريدكشن بس مو اكثر من 20 او 30 حسب اذا كنت صغر بايزو 10000 احتمال اي ازيد الرقم. الديتيلز قلناها، سبليت تونينج مو دائما استخدمه، مو دائما. الاتش اس ال كذلك مو دائما، التون كيرف ابد كذلك قليل، خاصة يعني إلا إذا كان عندي صورة واحدة وردة تطلع عندي كلش احترافية راح أغير بالكيرف مالتها. البيسك هو أكثر شيء راح أستخدمه دائما. أوكي زين، فقرة راح تحتاجها دائما مثل هذا التعديل اللي قمت به. أوكي أريد أطبقه على هذه الصورة الثانية، لما أريد أرجع أعدل من جديد، فش راح نسوي؟ راح نضغط كليك يمين settings copy settings، يعني قوم ب نسخ كل التعديلات. فراح يقول لك يا تعديل تريد تنسخه خليها على ستاندرد، ما اريد احط هنا صح وهنا صح، ما احتاج اصحح يعني افعل هذه الخواص لانه هذه ما تتشابه بكل الصور. فاقول له كوبي. اوكي قام بخزن هذه الاعدادات، اروح على الصوره الثانيه. اوكي كليك يمين سيتنجز بيست سيتنجز. اوكي قام بلصقها مثل ما نشوف نفس التعديلات صارت على الصورة الثانية. هذه الفقرة راح تساعدك بالوقت انه تقدر تعدل صورك بطريقة اسرع. كذلك بيها شورت كات يعني من الكيبورد، راح تضغط كنترول وشيفت وسي للنسخ، وكنترول وشيفت وفي للصق على الصورة الثانية. فمثلا انا عدلت هذه الصورة مثلا ما عجبتني حاليا، اريد اغيرها. اوكي اريد اغير الوايت بالانس، اريد اسوي هيجي. اوكي صار هذا النوع التعديل، حطيت مثلا الفايبرنس 50. اريد انسخ هذه التعديلات، راح ادوس كنترول وشيفت وسي. اوكي ننتقل للصوره الثانيه اللي ما فتحناها بس كانت محدده اللي هي هذه، واضغط كنترول وشيفت وفي. اوكي بس مرات شنو اللايت روم بينها من الجليتش، يعني مثل خطا او باج. يعني انا قريت على الموقع الرئيسي للشركه انه احيانا الشورت كات ما تشتغل، يعني لما تضغط كنترول كوبي يعني تعمل كوبي للسيتنجز. اوكي هذه شغله شويه ما عجبتني باللايت روم، انه لما اضغط كوبي واروح على صوره جديده اضغط بيست الاوامر ما راح تستجيب، لازم ارست البرنامج عشان تشتغل. فحاليا ما اقدر اسوي لصق بالكنترول وشيفت وفي، فراح اضغط من هنا من الماوس سيتنجز اروح اسوي له بيست سيتنجز. فحاليا رجعت الاعدادات، بس مثل ما نشوف ان الصوره طلعت مو حلوه. ليش؟ لانه مو نفس السيتنجز مال الصوره اللي قبلها او مو نفس الاضاءه. فمثلا هذه عندنا حلوه، ولما نسخت اعداداتها على الصوره الثانيه ما طلعت حلوه. ليش؟ لانه الصوره باضاءه مختلفه، فراح بس اغير عليها شويه ازيد السطوع وصارت عندنا الصوره مقبوله. فمثل ما عرفنا انه هذه القوائم الاساسيه لللايت روم، هذا راح تحتاجه اكثر شيء باللايت روم. عرفنا كيفيه اضافه الصور اللي هو من اللايبرري، وتروح من هنا على الامبورت اللي راح تظهر لك هنا باللايبرري، هذا الامبورت. او عندك فولدرات قديمه راح تعدلها من هنا بالديفلوب، وهذه الاشياء مو دائما تحتاجها، مجرد انه تختار الصور اللي ضفناها وتحددهم بالكنترول. اوكي مثلا اريد احدد هاي وهاي وهذه. اوكي وهذه وهذه، وتدوس عليها كليك يمين اكسبورت. اوكي واقول له اكسبورت. اكو عندك كذلك export with previous، يعني خزنها مع اخر خزن قمت به. اكو burn full size، هذا يعني تحط CD وقبل يخزن يعني يخزنها على CD، او تقول له export to DNG. عندك كثير خيارات بالخزن. اوكي مثلا انا حددت هاي الاربعة راح اختارها. كذلك اكو خيار مهم او يعني فقرة مهمة اريد اذكركم بها،
انه بدون هذه الصورة عدلتها. مثل ما نشوف انها اكو خمس نجمات، هي مثل طريقة تفضيل، انت عجبتك هذه الصورة او راح ترشحها للطبع او راح ترشحها انه تنزلها، او عجبتني هذه الصورة راح نعطيها خمس نجمات. ادوس رقم خمسة سواء كان بالكيبورد بالجهة اليمنى او بالارقام الاخرى، ادوس رقم خمسة فيقول لك set rating to 5، يعني سويت لها انت خمس نجمات، وهنا مكتوب جواها خمس نجمات مثل ما نشوف. اوكي مثلا هذه الصورة هم عجبتني بس انا ما عدل عليها، فلما نعدل عليها راح اضيف عليها السيتنجز اللي قمنا بخزنها او لصقها. اوكي مثل ما نشوف جت عليها الاعدادات بس شوية داكنة، راح اعطيها سطوع 0.5، راح اغير الوايت بالانس، اقول له الشوت خليه مثل ما تم التقاطه، اغير مات الهايلايتس. اوكي فكذلك هاي الصوره عجبتني راح اعطيها خمس نجمات، احط رقم خمسة. اوكي وكذلك هذه الصوره عجبتني اللي هو هذا الشخص، كذلك اضغط على رقم خمسة ندوس، فصار عندي ثلاث صور خمس نجمات اللي هي فقط هذه الصور اللي عجبتني اللي راح اطبعها او اللي راح اشيرها. فشنو عندك إذا قمت بتحديد مجموعة من الصور ولكن تريد فقط المفضلات إليك؟ راح تجي على هذا الاختيار هنا، تضغط فقط شوفني الخمس نجمات، فضغطت هنا حددت خمس نجمات. أوكي مجرد تضغط على الخامس نجمة راح يشغل لك الخمس نجمات، فمثل ما نشوف إنه صوري المفضلة هي هذه ثلاثة، فراح أحددهم كلهم سوية. أدوس على الصورة الأولى وكنترول كنترول أو طريقة ثانية شيفت، يعني هنا أنا وشيفت الأخير راح أحدد لك إياها كلها مرة واحدة، كليك يمين إكسبورت إكسبورت. أوكي مواصفات كلها اختاريناها، أريد بها لوجو إكسبورت، يعني قم بخزنها، راح يقوم بخزنها بطريقة سهلة، في مكتوب هنا إكسبورت 3 فايلز يعني إذا يقوم بخزنهم. هاي تفاصيلها لما تضغط عليها يقوم بالخزن حاليا، لما راح يكمل الخزن راح يفتح لنا الفولدر او الملف اللي تم الخزن به. اوكي هسه فتحنا دير مش عندي فتح الفولدر، مثل ما نشوف يعني ثلاث صور احجامهم 6 ميجا 7 ميجا 8 ميجا حسب الالوان، هذه الصورة اللي عدلناها وخلص بكل سهولة. هذا كان برنامج اللايت روم، هذه أهم الأشياء اللي تحتاجها باللايت روم، مثل ما قلنا حسوي لكم بعدين درس مكثف لتفاصيل القوائم. أتمنى يكون درس عجبكم مال اليوم، ونشوفكم بدرس جديد. إذا عجبكم هذا الدرس وتحبون تشوفون دروس مكثفة أكثر عن اللايت روم والفوتوشوب والبريمير والأفتر أفكت، يعني برامج تعديل الصور والفيديو، راح أعمل سلسلة كاملة من برامج التعديل للصور والفيديو عن قريب. وهذا اليوم كان أول درس لللايت روم، أتمنى يكون عجبكم وترقبوا المزيد. إذا عجبكم الدرس اعمل لايك وسبسكرايب، وإلى اللقاء. باي.